عليكم، اليوم جيت بدون مقدمات، بغيت نعاود لكم قصتي، بغيت نعاود لكم قصتي اللي يعني بغيتكم تعرفوها مزيان، وبغيتكم تاخدوا من نفس ديال العبار. انا كنت كنعيش مع احبابي ومع اهلي ومع اصحابي، يعني في المغرب عايشه بخير، حتى قررت انني نهاجر، وقررت انني نبدا حياه جديده بسبب يعني واحد الانسان اللي بسببه دمر لي حياتي، وبسبب انا تخليت على بزاف د الحوايج، اللي هي انني تخليت على الدراسه ديالي، وتخليت على الوظيفه ديالي، تخليت على اهلي، وتخليت على بزاف د الحوايج. اش غنقول لكم البنات؟ اللي انايا ما بغيت شي وحده تعيش التجربه ديالي، وما بغيت شي وحده تثق في شي واحد، وما بغيت شي وحده دير الثقه ديالها في شي واحد، يعني مهما انه يعني مازال ما جاش لدارهم، مازال مخطبها متزوجها بلا ما تثق به، وبلا ما تحاول تبدل شي حاجه في حياتها على ود هوايا. يعني من الاحسن دير داكشي اللي كرداه هي قبل كل شيء، وكرد الله سبحانه وتعالى. المهم انا تعرفت على واحد الانسان، المهم بقى كيوعدني بالزواج، كيوعدني بزاف د الحوايج زوينين، انا غندير، انا غنفعل، انا نصنع، انا بزاف د الحوايج. المهم انا ثقت به الصراحه، ثقت به بحكم انه يعني ظريف، والهضره ديالو الحلوه، ولا انا ندير كيبان لي الانسان يعني مزيان، انسان كيصلي، انسان زعما كل صافي، هذا هو اللي غادي يكون مع حياتي، وخلاني حتى وليت كان يعني كنبغيه، وليت بزاف د الحوايج بعدا صافي قرر. المهم ما عرفش انا علاش هو دار هاد الحوايج هادو، ما عرفش علاش دار هاد الشيء هذا. شنو نقول لكم البنات؟ نهار اللي كنت كنتسنى فيه قال لي انا غادي نجي لداركم، انا غادي نجي، باغي نبان، حيت انا دائما كنقول لي انا باغي نبدل حياتي، باغي ندير انا وليداتي، باغي ندير، باغي ندير. وهو قال لي واحد النهار انا بغيت نجي لداركم، صافي خلاني حتى وجدت كل شيء، خلاني حتى وجدت، علمت عائلتي، علمت ماما، علمت كل شيء، وخلاني حتى وجدت حتى كل شيء، وخلاني هكا في نص الطريق بدون سبق انذار ولا حتى تليفون ولا ميساج ولا حتى شي حاجه، خلاني وكمل حياته، وخلاني انا في نص الطريق. تما كانت نهاية ديالي، تدمرت بزاف على داكشي اللي دار ليا، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. خلاني يعني المهم حسيت انا اكتئبت وبكيت، وبكيت عليه، ولكن بكيت على ديك السذاجه ديالي وعلى ديك الطيبوبه ديالي، الحين انني قررت انني انا ننتقم، نحيد على الاقل من هذه البلاصه اللي فيها هو، قررت نبدا حياه جديده ونمشي لبلاد جديدة، قررت أنني نمشي لبلاصة جديدة، على الأقل بعد أنني نساهم ونبدأ حياة جديدة، وما نبقاش أنا دائما في نفس البلاصة وفي نفس التفكير وفي نفس النقطة، نبدأ حياة جديدة، والحياة ما كتوقفش غير عليه هوايا. أنا غير بغيت نعاود لكم هادشي البنات، أني مبقات ثقة، يعني خلاني في واحد الحالة مزرية من بعد 4 سنين ديال يعني 4 سنين ديال العشرة، وديال انا غندير لك نفعل لك هادي، وما تلاقيش مع هذا، وشكون كيصوني عليك، ما تشوفيش في هادي طططط. وفي الاخر يعني بنادم ما عرفت اشنو، يعني كانوا شي اسباب بساط ما كيستحقوش انه يتخلى عليا في هذاك الظرف، يعني مهم السبب ما كيستحقش انني كاع نذكره هنايا في الفيديو، ما كاينش السبب، المهم هو نتيجة انه تخلى عليا في نص الطريق، الله ياخذ الحق، وانسان ما كيستاهلش. المهم انا اللي بغيت ننصحكم انكم يعني شي واحد ما كيستاهل انه توقفي حياتك على قبله. يعني من تماك انني قررت، بكيت واحد 15 يوم وانا بواحد الحاله مزريه، حاله يعني لا يرجى لها. صافي واحد النهار نعست، انا عندي فكره جديده، انا بغيت نبدا حياه جديده، وبغيت نسافر لبلاد جديده، يعني ما واش نبقى في نفس البلاصه في نفس النقطه، بغيت نمشي ونسافر ونخدم،
يعني بحكم الخدمة كانت دائما كيتصلوا بيا، ودائما كانت يعني عندي هادي، وكان خويا كيقول لي اجي لعندي واجي واجي ندير صنعتي، وانا ياما كنقول ليه لا، وهادي مكانش كيخليني نجي، الغيرة والسم والحسد مفهمتش كان مكانش كيخليني. لكن دابا ستوب ستوب ستوب، صافي مشيت، وان شاء الله بديت حياة جديدة، مشيت عند خويا، وان شاء الله يعني صافي غادي نخدم بهذيك الخدمه، وداكشي اللي ما كانش باغيني نوصل ليه غادي نوصل ليه، وغادي ندم على النهار اللي فكر انه يسمح بيا، وغادي نخليه يوقف عليا ان شاء الله. وغادي تشوفوا، وغادي ندير لكم تتمه ديال القصه، ونقول لكم كاع داكشي اللي يعني درتو، وكنشكر الناس اللي وقفوا معايا بالدعاء ديالهم في تيك توك، ووقفوا معايا بزاف بزاف بزاف، كنشكرهم، كنقول لهم الله يرحم والديكم، شكرا بزاف بزاف بزاف، كنبغيكم، وغادا نكمل لكم شنو درت وفين مشيت يعني، وغنعاود لكم كل شيء. غير دابا انا بقى مازال عيانه، وهادي راكم عارفين، الله يخليكم ليا، الله يسهل عليكم، تفاعلوا معايا في هذا الفيديو، تفاعلوا مع القناه، والحمد لله انا دابا وليت بخير، اللهم لك الحمد، تفاعلوا مع القناه ديالي قناه مايا والميمون، يعني فعلوا الجرس، ديروا سبسكرايب، وبارتاجيو الفيديو القناة مع صحابكم واصدقاء ديالكم. كنتمنى ان يوصلكم الفيديو ديالي وانتم في احسن حال، تكونوا دوزتوا العطله ديالكم مزيان، والله يسهل عليكم، والله يفرح كل بنت بداكشي اللي كتمناه، وان شاء الله اي واحد يوصل الامنيات ديالو. وشكرا لكم، وكنبغيكم، معكم قناة مايا والميمون، شكرا لكم، وإلى اللقاء.